السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ بإذن الله المحاضرة الثانية في التشريع. محاضرة النهاردة هنتكلم فيها على مصادر القانون. مصادر القانون تتنوع مصادر القانون بين التشريع والعرف والشريعة الإسلامية، بين قوسين حطيناها الدين، هنشرح بعد شوية صغيرين ليه بالظبط حطيناها بين قوسين الدين، والقانون الطبيعي والعدالة. البند الثاني من المادة الأولى في المدني، القانون المدني بتقول فإذا لم يوجد نص تشريع يمكن تطبيقه حكم القاضي. يعني مصادر القانون دي الحقيقة هي القاضي، عشان في القضية اللي قدامه بتقول له لما تيجي تحكم تحكم بإيه. فبيقول إذا لم يوجد نص تشريعي، القاضي ما وجدش نص تشريعي، يحكم بمقتضى العرف. فإذا لم يوجد فبمقتضى الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي والعدالة. الترتيب اللي موجود قدام حضرتك دلوقتي الحقيقة له معنى، وفي حالات معينة هنتكلم عليها بعدين. إذا ترتيب الأولويات دي بتبقى بطبيعة الأحوال اللي بتناولها القانون. حضرتك احنا قلنا قبل كده إن في عندنا حاجة اسمها أحوال عينية وأحوال شخصية. أوكي؟ أول حاجة في القانون اللي هي التشريع، اللي هو المكتوب في المادة نفسها. التشريع يقصد به القواعد القانونية المكتوبة اللي بتصدرها السلطات المختصة، واللي مهمتها وضع التشريع في الدولة. الدستور هو اللي بيحدد الجهه ديت اللي هي ايه، اللي حاليا تعتبر مجلس النواب او كان مجلس الشعب قبل كده. تشريع ثلاث انواع: دستور فقانون فالواحد. الدستور هو اسمى التشريعات ويسمى التشريع الاساسي، ولذلك يجب الا يخالفه القانون. وعشان يبقى ده الدستور لازم ناخد راي الشعب كله اللي هو في الاستفتاء. اما القانون فبيسمى التشريع العادي، واللي بيقوم بيه بقى السلطه التشريعيه في الدوله نفسها، اللي في مصر عندنا مجلس النواب. اللوائح هي عبارة عن نصوص أخرى عشان تفسر تطبيق القانون نفسه، تسمى التشريع الفرعي. المراتب اللي موجودة قدام حضرتك دي مهمة جدا، لأن القاعدة الأساسية أن الأدنى لا يخالف الأعلى، يعني اللوائح لا تخالف القانون والقانون لا يخالف الدستور. الدستور بقى هو إيه؟ الدستور هو أسمى التشريعات ويسمى التشريع الأساسي، لذلك يجب ألا يخالفه القانون، حيث أنشئت المحكمة الدستورية العليا اللي اتكلمنا عليها قبل كده، اللي بتختص بالرقابة على دستورية القوانين وبتبطل استخدام ما يخالفه. والقانون هو اللي ينظم لو حكم بعدم دستورية نص تشريعي، ايه اللي تعمل فيه الأفعال بتاعته دي. اوكي، القانون بقى هنضع القانون ازاي؟ قلنا القانون دوت هيوضع في الجهة اللي هي التشريعية، اللي هي في الحالة بتاعتنا في مجلس النواب. نضع القانون ازاي؟ اولا القانون بيبدأ باقتراح قانون او ماده قانونيه او بتعديل ماده قانونيه. مين له الحق في اي واحد من دول؟ رئيس الجمهوريه او الحكومه او عضو من اعضاء مجلس النواب. كل عضو له الحق انه يقترح قانون. اوكي، رئيس الجمهوريه باعتبار ان هو صاحب الفصل، صاحب الحق الفصل بين السلطات، الحكومه اللي هي بتنفذ السياسات، والاعضاء اللي هم يمثلوا الشعب في مجلس النواب. المادة 22 دستور بتقول ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية. إذا معنى ذلك لو هو قدم من عشر أعضاء المجلس أو جاي من الحكومة يقدم للجان النوعية المختصة بالمجلس. إيه اللجان النوعية؟ لجان نوعية إن في لجان في مجلس النواب بتختص بنوعية معينة، زي مثلا لجنة النظام بتختص بيها لجنه معينه، لجنه الزراعه، لجنه التعليم، وهكذا. اذا دي بتسمى لجان نوعيه. لجان نوعيه دي بتتكون مين؟ من اعضاء مجلس النواب. كويس؟ عشان اللجنه النوعيه تفحص المقدم دوت وتقدم تقرير فيه للمجلس. طبعا اللجنه دي بتتشكل مين؟ من اعضاء المجلس. وليس بالضروره ان اعضاء المجلس دول كلهم مختصين في مشروع القانون اللي هو بيقدم دوت او التعديل اللي بيقدم. يعني بنتكلم على التعليم دلوقتي، هل معنى ذلك ان كل اعضاء مجلس الدوله او اللي دخلوا في اللجنه المختصه دي يعتبروا متخصصين فيها؟ ليس بالضروره اطلاقا حق. اذا اللجنه ان تستمع الى ذوي الخبره في الموضوع نفسه. لا يحال الاقتراح بقانون مقدم من احد الاعضاء، يعني هنا احد الاعضاء ممكن يقدم قانون. يبقى اذا الاعضاء احد الاعضاء هيتقدم من قانون، يحال الاقتراح بتاعه ازاي؟ لقاء لجنه المقترحات الاول. لجنه المقترحات هي اللي هتوافق على هذا الاقتراح الاول قبل ما تروح لجنه. المجلس يوافق عليها، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارا مسببا. في أي حالة من الحالات دي لازم يكون قرار مسبب من اللجنة المختصة باقتراحها. كويس؟ كل مشروع قانون أو اقتراح برفضه المجلس لا يجوز تقديمه في دور إلى قادم آخر.
ليه؟ ليه يقول السبب في قرار الرفض؟ علشان اللي تقدم من المشروع دوت يستطيع ان هو ياخده ويعدل فيه عشان يقدمه مره ثانيه، فقال ان هو لو اترفض وهيرجع لصاحبه اللي هو تقدم بيه بمعنى صح، يعني له ان هو يتقدم بالاقتراح دوت مره ثانيه في دوره الانعقاد التاليه. ايه دوره الانعقاد بقى؟ مجلس النواب له دوره برلمانيه تقريبا عامله زي 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 السنه الدراسيه، وبناء عليه بتبدا تقريبا في اوائل الخريف تقريبا وتنتهي تقريبا في بدايه شهر الصيف. اوكي؟ وبناء عليه اللي هيترفض المره دي في الدوره دي يتقدم بقى السنه اللي جايه في الدوره اللي بعدها مباشره. اوكي؟ طيب القانون اقترح وتقدم لمجلس النواب عشان يبتدي ايه؟ يتناقش عليه. هيعرض على مجلس النواب ويبتدي يناقشه. ناقشناه، عايزين بقى نصوت على القانون. لما اجي اصوت على القانون ما صوتش عليه كل دفعه واحده، وانا بصوت عليه ماده ماده، حتى لو كان مجموعه قوانين، مجموعه مواد قانونيه فقط مش قانون كامل، برضه يصوت عليه ماده ماده. الموافقه بقى على مشروع القانون. نوافق على مشروع القانون ازاي؟ الموافقه بتبقى بالاغلبيه المطلقه اللي هي 50% بلس 1. 50% بلس 1 مش 1 في مش 1%، 1 فوت. يعني بمعنى اصح 50% من الحاضرين للجلسه زائد صوت واحد كمان. فجت الماده 121 في الدستور قالت ايه؟ لا يكون انعقاد مجلس النواب صحيح ولا اتخذ قرارات الا بحضور اغلبيه الاعضاء. اذن ده اول شرط. ان انا عشان اقول ان انا هصوت في المجلس يبقى عشان اقول التصويت دوت هيؤخذ في الاعتبار يبقى لازم الانعقاد دوت يكون باغلبيه اعضاء المجلس، يعني بمعنى صح المجلس 600 يبقى لازم يكون الحاضرين يكونوا الغالبيه اللي هم 300 زائد واحد. في غير الاحوال المشترك فيها اغلبيه خاصه، اذا هناك اغلبيه خاصه. يعني مش الاغلبيه فقط هي الاغلبيه المطلقه اللي 50% of the votes plus 1، لا ده في كمان اغلبيه خاصه هنجي لها بعد شويه. تصدر القرارات بالاغلبيه المطلقه للحاضرين، يعني صدور القرارات بالاغلبيه المطلقه للحاضرين. الشرط اللي فات دوت كان علشان صحه انعقاد الجلسه باغلبيه اعضاء، لكن لما اجي اصدر قرارات في الموافقه تصدر باغلبيه الحاضرين. بما لا يقل، حتى بقى شرط ثالث اهو، بما لا يقل عن ثلث اعضاء المجلس، يعني بمعنى صح المجلس المجتمع دوت اساسا هو الجلسه بتاعته صحيحه لانها 300 زائد واحد، يعني اكثر من نص الاعضاء المجلس نفسهم، لكن لما اجي بقى اصوت واخد موافقه عليه يبقى الموافقه دي تعتد بيها امتى؟ لما تبقى على الاقل ثلث اعضاء المجلس، يعني بمعنى صح الجلسه صحيحه ابتدينا نصوت وخدنا التصويت بالموافقه وطلع اصوات الموافقه اقل من ثلث اعضاء المجلس، يبقى التصويت دوت مش معناها ايه؟ ان هو موافق، ده يعتبر رفض. انت تساوي الاراء بيعتبر الامر اللي جرت عليه المداوله يعتبر مرفوضا. يعني بمعنى صح التساوي في الاصوات مش معناها ان احنا بنرجح القبول، لا احنا بنرجح الرفض. اوكي؟ تعال نشوف كده مثال الماده اللي فاتت ديت عشان فيها شويه حسابات كده صعبه شويه. اعضاء المجلس عندنا 510. صحه انعقاد المجلس هنحتاج كام؟ 50% زائد 1 يعني 256. اللي حضر الجلسه دي 300، الجلسه صحيحه ولا مش صحيحه؟ صحيحه طبعا لانها ثلث اعضاء اكثر الغالبيه مطلقه لاعضاء المجلس. تم التصويت بنعم، التصويت دوت 151. ثلث الاعضاء كام؟ ثلث الاعضاء يبقى ثلث 510، التصويت هنا ثلث الاعضاء 170 والتصويت 151، يبقى ما اعتبرش التصويت دوت غير صحيح، يعني ما اصح رفض. التصويت كان 170 وثلث الاعضاء 170، يبقى التصويت هنا صحيح ومعنى ذلك يبقى الموافقه هنا صحيحه. طب اللي حضر الجلسه 420، الجلسه صحيحه؟ نعم الجلسه برضه صحيحه، الاغلبيه المطلقه للحاضرين كانت كام؟ 211. الحضور 420 اكثر من نص 510. كويس؟ اذا الاغلبيه اللي انا عايزها بقى من الحاضرين عشان احكم هي كام؟ 211. التصويت بنعم كان 210. والتصويت بلا 210، يبقى التصويت هنا قبول ولا رفض؟ لا رفض. التصويت بنعم كان 209 والتصويت بلا كان بواحد وامتنع عن التصويت 210. اجمع اللا مع عدم الامتناع عن التصويت يطلع لك 211. يبقى اذا 211 دول اكثر من التصويت بنعم اللي هو 209، يبقى في حاله التصويت دوت يعتبر ايه؟ يعتبر رفضا. كويس؟ طب التصويت بنعم كان 211 والتصويت بلا كان 210، يبقى التصويت في الحاله صحيح وبناء عليه تمت الموافقه. المجلس خلاص قام بالدور بتاعه
ووافق على الاقتراحات الاقتراح بتاع القانون المقدم دوت الحقيقه، فهيبعته لرئيس الجمهوريه عشان رئيس الجمهوريه هو اللي هيصدر القانون. المجلس بيوافق على القانون، واللي يصدر القانون دوت رئيس الجمهوريه، فيروح الموافقه ديت لرئيس الجمهوريه. قدام رئيس الجمهوريه احد حلين، ان هو يوافق على المقدم له من مجلس النواب او يعترض عليه مش عاجبه. لو وافق عليه بيصدر في خلال 15 يوم. لو هو اعترض عليه عشان هو مستشارين شايفين ان لا ده في المواد دي حاجه مش مظبوطه، هم مش موافقين عليها، وبناء على رئيس الجمهوريه هيرجعوا مين؟ يرجعوا لمجلس النواب مره ثانيه عشان مجلس النواب يبتدي مره ثانيه يناقش وياخد فيه تصويت. لازم الكلام دوت الرجوع دوت يكون في خلال 30 يوم، لو ما جاش في 30 يوم يعتبر القانون على طول اصدر. خلاص؟ لما يروح بقى العرض دوت مره ثانيه لمجلس النواب هيعمل نفس الحكايه، يبتدي بقى يصور بنفس القواعد اللي احنا قلناها دلوقتي لغايه لما يصل الى الموافقه، وبناء عليه يبعت رئيس الجمهوريه مره ثانيه. خلاص؟ لما يروح الكلام ده رئيس لمجلس النواب، قدام مجلس النواب عنده حاجتين، في اعتراض من رئيس الجمهوريه، وفي راي للاغلبيه اللي هو صدر في الايه؟ بالموافقه في الاول. اذا ممكن المجلس دوت يوافق على اعتراض رئيس الجمهوريه ويبدا مره ثانيه النقاش بتاع المواد والتصويت فيها عشان يرجع رئيس الجمهوريه، واما ان هو يصر على ان رايه هو اللي صح وراي رئيس الجمهوريه مش هو المظبوط. وبناء عليه في الحاله دي بقى عشان امشي انا دلوقتي انا عندي كتلتين كلاهما منتخب من الشعب. مجلس النواب مجلس رئيس الجمهوريه منتخب من الشعب، ومجلس النواب منتخب من الشعب، فايهما نرجع؟ فجه الدستور وقال ان هو لو المجلس هيصر على رايه، يعني ما انا صاحب يعترض على رئيس الجمهوريه، لازم الاعتراض دوت يكون باغلبيه ثلثين الاعضاء وليس الحاضرين. ثلثين الاعضاء وليس الحاضرين. اوكي؟ قانون خلاص خلص وهيصدر، موافق رئيس الجمهوريه هو اللي بيصدره بعد ما فقته عليه، وبيصدر بينشر الكلام دوت في الجريده الرسميه، لازم ينشر في الجريده الرسميه عشان اعتبر ان القانون دوت ايه؟ صدر. يبقى نشر في الجريده الرسميه هو شرط لتطبيق القانون، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لنشره، او في اي تاريخ بقى بيحدد، يقول مثلا يعمل بهذا القانون بعد سنه من 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 صدور من نشر، كويس؟ او بعد ست اشهر، او بعد ثلاث اشهر، او ثاني يوم زي ما قلنا، على حسب اللي هيطلع في القانون. يصدرها برئيس الجمهوريه اللي هي الجريده الرسميه، وبيلزم توزيع الجريده اتاحتها للجمهور، لان النشر في الصحف اليوميه او الاذاعه المسموحه او المرئيه لا يفترض فيه علم الناس بالقانون. ومتى نشر القانون في الجريده الرسميه؟ وكانت الجريده متاحه، فلا يتعذر احد بجهله بالقانون. سؤال بقى دلوقتي، هل يا ترى رئيس الجمهوريه له اختصاص ان هو يطلع قانون؟ الاصل هي الجهه التشريعيه اللي هي مجلس النواب. لكن هل هناك حاله يختصر الجمهوريه بانه يصدر قانون؟ قال لك اه طبعا في حاله الحقيقه اللي هي حاله غياب المجلس، ده في الدستور ال 213. يجوز رئيس الجمهوريه اصدار قرار بقانون في حاله غياب المجلس. النص بتاع الدستور بيقول ايه؟ واذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهوريه ان يصدر قرار بقوانين، يعني رئيس الجمهوريه يطلع قرار باصدار القانون الفلاني. على ان يتم عرضها ومناقشتها الموافقه خلال 15 يوم من انعقاد المجلس الجديد، يعني اذا هو رئيس الجمهوريه كان له اختصاص اصدار قرار قانون بقرار منه، كويس؟ لكن الاصل ان هو ديت مهمه مين؟ مهمه مجلس النواب. فقال لك والله لما رئيس الجمهوريه يصدر قانون بقرار له ان هو وصدر القانون فعلا وابتدى يعمل به، وبعدين المجلس نفسه ابتدى بقى ينعقد او موجود، يعني ما كانش موجود وبعدين بقى موجود، فلازم يعرض على المجلس ده مره ثانيه باعتبار ان هو دوت اختصاصه الاساسي هو التشريع. كويس؟ لازم تعرض وتناقش ويوافق عليها الكلام ده كله في خلال 15 يوم من انعقاد المجلس الجديد. اذا لم تعرض وتناقش واذا عرض ولم يقرها المجلس زال باثر الرجعي ما كان لها من قوه القانون. اذا معنى ذلك القانون دوت هيتلغي اثره مباشره لو هو اتعرض، لو هو ما اتعرضش وتناقش، اذا لازم يتعرض وتناقش يعني، او لو هو ورد المجلس ايه؟ اضطره يعني اعترض عليه. في الحاله ديت يزول باثر ايه؟ راجعي دون اصدار قرار من جديد، رئيس الجمهوريه مش هيصدر قرار. لا هو دلوقتي القانون ده يعتبر ملغي مشرع. المجلس هو ممكن اللي يحدد يا ترى الفتره اللي نفذ فيها هذا القانون يا ترى يبقى اثر ايه؟ نعالجها ازاي؟ او نسوي الاثر بتاعها ازاي؟ المجلس هو اللي بيحدد الموضوع. كويس؟ نيجي بقى للنوع الثالث من التشريع اللي هي اللوائح. اللوائح ديت اللي هي
بتصدر تفسيرا او اعمالا لقواعد القانون، اذا القواعد التفصيليه لتطبيق القانون بيقعد بها المجلس السلطه التنفيذيه تنشر في الوقائع المصريه. يبقى اذا القانون بينشر في الجريده الرسميه واللوائح تنشر في ايه؟ في الوقائع المصريه، وبرضه رئيس الجمهوريه هو اللي بيستلم. اللوائح طبعا فيها انواع كثيره زي مثلا انواع التنفيذيه تقريبا الحاجات الاساسيه فيها، لائحه تنفيذيه لتنفيذ القانون، لوائح تنظيميه لانشاء وتنفيذ وتنظيم المرافق، او لوحه لوائح الضبط المحافظه على الامن والسكينه وصيانه الايه؟ وصيانه الصحه العامه. المصدر الثالث في التشريع، الثاني في التشريع اللي هو العرف، قلنا التشريع في عرف مش كده؟ العرف بقى. العرف يعتبر مصادر غير المكتوبه للقانون، تعارف الناس عليه، مش معناه ان هو مكتوب، ولو كان مكتوب يصبح نص تشريع. احنا بنتكلم دلوقتي على ان ده تعارف الناس على شيء معين وبناء عليه القاضي هيلجا ليه في ان هو يصدر الحكم بتاعه. قد لو في اساسا بتولد شعور بالالتزام بيترتب على مخالفتها جزاء على نحو خاص في مساله معينه، ودوت له ركنين. العرف له ركنين. ايه هي الركنين دولت؟ الركن المادي والركن المعنوي. اوكي؟ الركن المادي معناها ان الناس تواتر فعلهم او اتباعهم لهذا العرف. يبقى اضطراد سلوك الناس لفتره طويله من الزمن، عشان اقول ان ده عرف يبقى ذلك الناس بتعمله بقى فتره طويله. والناس دي عباره عن كل الناس في هذا المجتمع او في هذه البيئه. اذا هي الاضطراد دوت يعني انها ما انها عاده عامه قديمه بقى لها فتره طويله ثابته لم تتغير، والا كانت اتغيرت اذا لم تكن عرف. والحاجه الاخيره لا تخالف الايه؟ النظام العام. يبقى لازم العرف اللي يخالف النظام العام، والا بطريقه يخالف النظام العام لا يمكن تطبيقه، لان اللي احنا كنا زمان في حكايه الايه؟ النظام العام. الركن المعنوي بقى ان يعتقد الناس بان هذه العاده ملزمه ويعاقب من يخالفها بجزاء. طب يا ترى ايه مركز العرف في التشريع المصري؟ وايه مزايا العرف وايه عيوب العرف؟ مركز العرف هو مكمل للتشريع الحي، زي مثلا حاله عدم وجود تشريع فيعتبر مثلا عرف امتلاك الزوجه الاثاث ده يعتبر عرف. لكن لو تمت مخالفته من قبل الزوج بيعتبر جريمه تبديل، لغايه لما الزوج يثبت ان الاثاث اللي بيدوت له ملكيه فيه. كويس؟ ولذلك العرف يسمى المصدر الشعبي الاصيل للقانون. العرف لا يخالف التشريع قانونا او دستورا، طبعا قلناها قبل كده، العرف اساسا اقل من القانون، من النص التشريعي بمعنى صح يعني. ولكن طبعا ممكن العرف يختلف من مكان لمكان ومن طائفه لطائفه ومن زمن لزمن، كما قد يخالف العرف قاعده قانونيه مكمله وليست ماده اجمل. اوكي؟ العرف لا يكون مخالف للنظام العام، زي مثلا عاده الثأر في الصعيد يعتبر مخالفه للنظام العام، وبذلك لا يعتد بها كعرفا. والا لو اعتدنا بها كعرفا اذا معنى ذلك واحد يثأر لقتل اخيه او ابيه يبقى معنى ذلك ما فيش عليه مسؤوليه، لا عليه مسؤوليه دلوقتي، لان العرف دوت في الجريمه ديت الحقيقه يعتبر بخلاف النظام العام. ايه مزايا العرف وايه عيوب العرف؟ مزايا العرف والعيوب الحقيقه جايين من التعريف بتاعه. اولا هو طلع من المجتمع، اذا من مزايا انه يلبي رغبات المجتمع. يتغير مع تغير الظروف وطلبات المجتمع، لان المجتمع لو شايف ان قاعده عرفيه ما بقتش تناسبه في الظروف ديت، اذا معنى ذلك هيغير من هذه القاعده العرفيه ويعتدي بها كعرفه لما ايه؟ تبقى ثابته لفتره طويله. هو يكمل التشريع ولا يصادم بصعوبه التطبيق طبعا، لانه هيكمل التشريع الناس تعرفه على تطبيق، وبناء عليه القاضي مش هيجد صعوبه في انه هو يطبقه على اساس الناس قد تعرفوا عليه. عيوب العرف برضه جايه من تعريفه ان هو عاده قديمه ثابته مش كده؟ اذا بطء النشوء والارتقاء، العرف دوت مش هتطور بسهوله الحقيقه، هيقعد فتره زمنيه. الحاجه الثانيه طبعا بيصعب التثبت منه ان مش مفيش نص مكتوب، اذا اللي تعرف لازم القاضي يتاكد من ان هذا العرف يطبق فعلا وثابت لفتره زمنيه طويله في بالنسبه خاصه للقضيه المرور او ده. الحاجه الثالثه طبعا من ضمن العيوب هو اقليم الطبيعه. العرف اللي موجود زي ما قلنا قبل كده في الصعيد غير العرف في الوجه البحري، غير العرف في سيناء، وكمان غير العرف الموجود في سيوه. اذا معنى ذلك العرف ده يعتبر ايه؟ اقليم. المصدر الثالث بقى في مصادر القانون اللي هي الشريعه الاسلاميه. ودوت ليها معنيين مهمين للغايه. لو انا بتكلم عن الاحوال الشخصيه اللي هي بمعنى صح العلاقات اللي بتربط الانسان باسرته، في الغالب بيبقى الدين مصدر اساسي فيها. وبناء عليه في الاحوال الشخصيه هناك تطبيق للشريعه للمسلمين بغير تطبيق الشريعه لغير المسلمين. الشريعه في للمسلمين هي ارجح الاقوال في مذهب ابي حنيفه. فلو خالفه القاضي بيعتبر مخطئا في تطبيق القانون، بمعنى
انه لو القاضي اخذ براي غير الارجح في اقوال المذهب الحنفي يعتبر مختلف. ايه بقى الشريعه لغير المسلمين؟ هي الشريعه بتاعت بتاعتهم، الشريعه للمسيحيين غير الشريعه لليهود وهكذا. كويس، اذا الشريعه المقصود بها ان هي لو في احوال شخصيه للمسلمين ليهم شريعه ولغير المسلمين ليهم شريعه مختصه بهم خاصه بهم. الاحوال العينيه بقى لا، هي الشريعه الاسلاميه، كل الاحكام العامه للشريعه الاسلاميه في التعاملات هي دي اللي هتطبق، تطبق على جميع المصريين بصرف النظر عن دياناتهم. يبقى الاحوال العينيه هي فعلا شريعه اسلاميه، لكن في الاحوال الشخصيه هي احوال شخصيه خاصه بالنزاع المطروح، اذا كان بين المسلمين يبقى شريعه المسلمين، اذا كان بين غير المسلمين يبقى شريعه غير المسلمين. المصدر الرابع بقى اللي هو ايه؟ اللي هو القانون الطبيعي والعدالة. القاضي ما لقاش نص، ما لقاش عرف، ما لقاش شريعه، فيضطر يحكم في القضيه والا تعرض للعزل اللي كنا قلناها قبل كده. كويس؟ يبقى اذا يقصد بها ايه؟ ان يجتهد القاضي في ضوء المبادئ العامه للقانون المصري بمجمله الوصول الى حل النزاع المعروض اذا لم يجد حلا في التشريع او العرف او الشريعه. وذلك حتى يمنعه من النقوص من التخاذل عن الفصل في النزاع المطروح امامه. ترتيب مصادر القانون، مصادر القانون دي مهمه جدا. في الاحوال العينيه اللي قلناها بقى الماده واحد، الماده البند الثاني من الماده رقم واحد في المدني بتقول اذا لم يوجد نص تشريعي فيمكن تطبيقه حكم القاضي بالعرف، فاذا لم يوجد مقتضى الشريعه. واضح جدا الترتيب هذا، نص وبعدين عرف وبعدين شريعه اسلاميه وبعدين مقتضى القانون الطبيعي والعداله، عشان دي احوال عينيه اللي قلنا بتطبق فيها الاحكام العامه للشريعه الاسلاميه. في الاحوال الشخصيه بقى هنبدل الكلام دوت، ودي الاحوال التي نظمها القانون المدني. المسائل التي نظمها القانون المدني بيبقى المصدر الدين مصدر هام ليها، فبيرجع فيها بخصوصها الشريعه الاسلاميه للمسلمين والشريعه المسيحيه للمسيحيين والشريعه اليهوديه اليهود. اذا مصادر القانون بقى في الاحوال العينيه اللي هي الماده البند الثاني من الماده رقم واحد في القانون، التشريع وبعدين وراها العرف وبعدين وراها الشريعه الاسلاميه ووراها في الاخر خالص قانون الطبيعه والعداله اللي هو بيبيح للقاضي هو لازم يقوم بالقانون. في الاحوال الشخصيه هيبقى التشريع نص مكتوب، بعده مباشره يجي الدين بقى، المسلمين ليهم الشريعه بتاعتهم والغير المسلمين ليهم الشريعه بتاعتهم. بعدها يجي العرف، يعني احنا بنبدل بمعنى صح بين العرف والشريعه. العرف في الاول في الاحوال العينيه والعرف رقم ثلاثه في الاحوال الشخصيه. وفي الاخر خالص برضه هو القانون الطبيعي والعدل. طب سؤال الحقيقه، هل يعتبر احكام القضاء تعتبر مصدرا للقانون؟ يعني بمعنى صح صدر حكم في قضيه معينه، ده يعتبر ملزم للقاضي اللي بينظر قضيه اخرى ان هو لازم ياخد بيها؟ القضاء طبعا يعتبر مصدر تطبيقي للقانون بناء عليه الحقيقه، والمفروض يجب كل المصادر السابقه. كويس؟ لكن ليس الحقيقه لها لها قوه ملزمه للقضاء. حكم مثلا محكمه القضاء وهي اعلى مرتبه اعلى محكمه قضائيه، دوت يعتبر ملزم ادبيا وواقعيا وعمليا واخلاقيا بنسبه كبيره جدا جدا من الناحيه القانونيه، لكن هو متاسس للقضاء، لكن هو من الناحيه القانونيه الحقيقه غير ملزم، لانه ما اتحطش فين؟ ما اتحطش في مصادر القانون اللي نص عليها القانون. اذا هو غير ملزم للقاضي يمكن طلب تغيير الحكم في حاله ممثله وليس له نفس الحاله، طبعا بنسميها السلطه التقديريه للقاضي. قاضي قدر ان الحكم اللي صدر قبل كده الحقيقه لا يتناسب مع القضيه بتاعته، خلاص مش هيصدر نفس الحكم اطلاقا. اوكي؟ يبقى اذا القضاء في القانون المصري يعتبر مصدرا رسميا، انما هو مصدر تفسيري يستشهد به القاضي فيما يعرض له من قضيه. ان احكام المحاكم مهما علت ومهما استقرت عليها المحاكم لا تلزم المحاكم التي اصدرتها او غيرها ولو كانت ادنى منها، ولا تقيد من سلطتها في العدول عن اتجاه تلك الاحكام. كويس. نيجي بقى دلوقتي الايه؟ القانون دوت هيطبق على مين؟ هيطبق على اشخاص المجتمع اللي بنسميهم اشخاص القانون. كويس؟ مين هم اشخاص القانون؟ اشخاص القانون اما فرد طبيعي يعني ادمي بمعنى صح يعني، واما شخصيه معنويه، يعني اما شخص طبيعي واما شخص معنوي. الشخص المعنوي دوت اللي هي عباره عن هيئه او شركه. هيئه او شركه بتتكون من عده اشخاص طبيعيين، لكن لما اقول شخص طبيعي شخص طبيعي لوحده. كويس؟ اذا قصد اشخاص المجتمع هم اثنين اساسيين، شخص طبيعي لحم ودم، والاخر دوت عباره عن مجموعه اشخاص بيديروا هيئه او شركه معينه، بنبص لهم كلهم كده هو او بنبص للشركه على انها شخص معنوي. الشخص المعنوي ممكن يبقى شخصيه، يمكن شخص معنوي خاص، يعني هعمل